تعالوا بقى نروح مرة تانية لزميلنا كريم أحمد ونرصد برضو أجواء الفرحة فيما بعد المباراة مع اللعيبة ومع نقطة التحول في الشوط الثاني واللاعب أحمد عبد القادر. أنا مستمر معاك أكيد يا كابتن أيمن، لكن هي الحالة شوية صعبة شوية. عبد القادر واحد من النجوم نزل الحقيقة. عبد القادر نزل صنع الفارق وده مش جديد عليك، أنت مركز بشكل كبير جدا. الحمد لله توفيق ربنا كان معاك في ادائك المميز جدا والروح الكبيره بينكم. حابب تقول ايه للعيبه والجمهور الكبير جمهور النادي الاهلي؟ والله طبعا بحمد ربنا على اول بطوله، برحب طبعا بالناس اللي موجوده في الاستوديو، بحمد ربنا طبعا زي ما قلت لك على اول بطوله. ربنا كرمنا الحمد لله النهارده في اخر دقيقه، يمكن انت لاحظت الجول جاي في الدقيقه حاجه و90، فده طبعا عاده النادي الاهلي، ده نعوض الحمد لله وصلنا للبلينات، ربنا كرمنا، فتحس ان ربنا كان عايز يدينا النهارده، فالحمد لله يعني البطوله بتاعتنا الحمد لله يمكن اول بطوله ليا، مش قادر اعبر لك عن الفرحه اللي موجوده يعني، وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. موسيماني قال ايه لعبد القادر وتعليماته المهمه كانت ايه قبل المباراه؟ لان صناعه الفارق دي محتاجه تركيز كبير ومحتاجه تعليمات كمان بالنسبه للمدير. طبعا يمكن هو كلمني اصلا قبل التغيير كمان بخمس دقائق، يقول لي اجهز ركز انت تبقى موجود في الماتش. قدرت ان انا اخد بعض الانستراكشنز منه، شرح لي على السبوره اللي المفروض يتعمل، قدرت انفذ يمكن حاجه و90% من اللي هو طالبه مني، قدرت اطلع بشكل كويس، ساعدت الفرقه يمكن لحد ما يعني، فالحمد لله بحمد ربنا طبعا. كلمه لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي، احنا ما حققناش حاجه خلاص دقايق وهنبدا نفكر في اللي جاي، فحابب تقول لكل الجمهور. بقول لهم استمروا طبعا على دعمكم زي ما بقول لكم على طول، طبعا دعمكم ده اللي مخلينا في الصوره اللي احنا فيها. بوعدكم بالمزيد ان شاء الله من اللي جاي، سواء اي بطوله تبقى موجودين فيها، بقول لكم ان شاء الله مش هتبقى اخر بطوله، فانتظروا المزيد باذن الله، وانتظروا المزيد من عبد القادر يعني حبيبي. الله يخليك يا اسطى.